كذلك شفنا قضية جديدة اليوم، قضية الفيلا، ودرتوا عليها بيان. ويحيى شرى فيلا من أملاك الدولة ب 80 مليون وعرضها البيع ب 50 مليار. ما قصة هذه القصة؟ ما أعتقد أن هذه الحكاية أخذت في وقتها الكثير من الكلام، وأسألت الكثير من الحبر، فهو استفاد مثله مثل كل الإطارات تاع الرئاسة في وقت اليمين زروال بشراء بعض الفيلات اللي كانت تملكهم بعض القنصليات والسفارات، وهو ما بعاش لأنه هذا هو الملك الوحيد اللي كسبه. يبقى أنا أتكلم عن ما لي به دراية، أتكلم عن ما لي به دراية. وش تعرف؟ وش نعرف؟ الرجل ليس من الذين يحبون المال حبا جما. ويحيى أنا أشهد بذلك. يحب السلطة ويحيى، ما يحبش المال، يحب خدمة بلده، سميها سلطة سميها كذا، لكن أنا متأكد أنه ليس من الذين يحبون المال حب الجمال.